الأمانة رغم الظروف اللي حصلت لحتى الآن، يعني المرأة في قطاع غزة صامدة، يعني رغم الظروف، رغم الجوع، رغم الفقر، رغم إنه فيش أكل، بنعمل المستحيل عشان نوفر لأولادنا أي شغل، لو كانت يعني زي ما أنت شايف دمعة البندورة عشان نعيش أولادنا. يعني المرأة في قطاع غزة إلها ايش بدي احكي لك، يعني الصحه تكون مقدسه حوالين العالم رغم الظروف اللي حصلت. يعني معانا كمراه، انا كمراه في قطاع غزه رغم الحرب من اول يوم لليوم، يعني صمدنا تعب، تعبنا. انا بطلب من نساء العالم والعالم كلها تقف معانا من هالحرب، يوقفوا الحرب عنا، ترجع لنا كرامتنا. يعني احنا كنساء الاصول كل شيء يجينا لحدنا، انزلينا كتير كتير، لا ضل بنت ولا ضل مرة ولا ضل شيخ ولا ضل شاب، كلنا تبهدلنا في قطاع غزة من الاحتلال الغاصب اللي خش علينا والحرب اللي دخلت علينا. يعني تخيل أنا مرة لسه صغيرة بالعمر، من كتر ما شلت مي وطبيخ النار وهذا صحتي راحت مني. في اليوم العالمي للمرأة أنا بتمنى إنه نصير زي باقي النساء كل العالم، عندهم كرامة، عندهم إمكانيات إنهم يجيبوا كل إشي. إحنا بنتمنى إنهم يعطونا حقوقنا زينا زيهم، صحيح يكون عندنا كرامة. أنا كطفلة عمري 18 سنة لسه شفت أيام كأنه عمري 50 سنة نشيله، رغم إني مصابة كمان كنت أشيل معاهم مية من الأول للرابع، وما كانش إلنا حقوق إنه ناكل حتى الأكل، ما فيش لا أكل ولا مية زي الخلق ولا كهرباء، وبنضلنا على العتمة، والأكل حتى بنقعد يومين ثلاثة ما بناكلش الأكل. بدنا إياهم يعطونا حقنا كباقي المرأة اللي برا.